وزير التأمين امبارح كان صرح بان سعر الرغيف بتاع العيش هيبقى بخمس قروش، وده مش هي يعني مش هيتغير، هيبقى ثابت للمواطن العادي. اما المواصلات مش هتغير، ده بس ده للناس اللي هي مش قادره فعلا. اما اللي هيبقى حالته يعني حالته الماديه كويسه ده لا هيلغي الدعم وكده. حضرتك ايه رايك في الموضوع ده؟ منطقي جدا طبعا، واساس لان دي ناس متسحق، بس على اساس على شرط ان الدعم ده يروح للناس المستحقه فعلا، ما يروحش للناس اللي هي القادره وان تيجي تاخد الحاجه دي. ده كلام منطقي طبعا، لان ده بيتعمل لصالح فئه معينه، ما فيش ده القادر ان يسيب ده، دي حاجه معموله مش له بس. لكن عايزين اسال سؤال واحد، اوجه لسعادتك سؤال واحد، هل بقى الكلام ده هيبقى صحيح فعلا؟ معلش ما تاخذنيش، انا اسف يعني مش عايز اقول. في ناس يقول لك لا كلام جرايد، معلش احنا بنسمع بعض الناس عرف عند الناس يقول لك لا ما تصدقش. اكيد ان شاء الله اكيد طبعا. في ناس احنا شايفين في ناس اصحاب مرتبات كثيره جدا وضخمه، وبالتالي يعني حرام عليه حتى ان هو يعني يزاحم المواطن العادي في التموين او في العيش. وبالتالي انا لو انا راجل غني مثلا اتمنى ان انا اسحب نفسي اوتوماتيك كده واقول يا جماعه للدوله، اقول يا جماعه انا متشكر جدا وخبك كده مش عايز دعم، لان انا الحمد لله مرتبي يكفيني وعندي مستحقاتي وعندي حوافزي واخواتي، وبالتالي انا مش محتاج ان انا اشارك المواطن الغلبان ده في لقمه عيشه. ده قرار سليم، بس احنا عايزين نظبطها شويه لان دلوقتي معدل الغلاء مرتفع جدا، وبالتالي حتى اللي بياخد 4000 او 3000 يعتبر في مصاف الناس العاديه جدا، الناس الغلابه بمعنى صح. عشان كده مش عايزين نبص اللي بياخد مرتب 4000 او 5000 ان هو ايه راجل غني، لا ده اقل حاجه دلوقتي. عشان كده انا مع قرار وزير التموين، بس ايه نرفع الحد الاعلى بحيث ان ايه يبقى اكتر من 5000 جنيه. والمفروض يعمل كده عشان الغلبان والفقير يستفيد. انا عايز رغيف العيش يوصل اللي هو مستحق الدعم، ماشي؟ يعني اللي هو احنا كنا بنطالب من السيد وزير التموين وقلنا كتير اوي اللي الدعم يوصل لمستحقيه، ماشي؟ وقلنا التنقية في بطائق التموين، مش كل مثلا مستشار لواء وزير عدو برلمان بياخد تموين وفي ناس تحت الارض ملهاش بطائق تموينية، فاحنا لما هنظبط البطائق التموينية هيوصل للناس اللي هي ما بتاخدش، الناس الغلابة اللي تحت الأرض دي هنوفر لها رغيف العيش، وترجع المتابعة تاني زي الأول. يعني دلوقتي مثلا رغيف العيش ادولك حرية اللي انت تصرف من أي فرن، أنا من طنطا أجي أصرف من القاهرة لو أنا موجود من القاهرة وبتاع كلام من ده، بس رغيف العيش قل في الوزن بتاعه في المواصفات وكده. ليه؟ عشان ما فيش مراقبه تموينيه عليه. والله في فعلا في مصر ناس اللي هي الاسرياء اللي هم المبسوطين دول ما يستحقوش الدعم، والرغيف ده بيخدم المواطن البسيط ومحدود الدخل والناس اللي هم الموظفين والناس العمال اللي هي التعبانه. فتصريح السيد وزير التموين كثير وحلوه وجميله، بس ما فيش فعل لان الرقابه التموينيه نايمه، وقضاء الوزاره التموين نايمين، ما فيش واحد منهم بينزل من مكتبه ينزل اي مخبز في الريف، والريف فيها يعني اقول لك الرغيف اقل من الوزن المطلوب نهائيا، ماشي؟ وما فيش جوده. حضرتك كان بيقول ان هو هيعين على المخابز مراقبين يراقبوا اصحاب المخابز دول عشان هم اللي بيلعبوا في حجم رغيف العيش. والله يا استاذتنا ما فيش حاجه اسمها عين مراقب. عين مراقب ايه؟ المراقب ده لما يروح ياخد له ب 2 جنيه عيش ويروح يديله مثلا 50 جنيه في اليوم هيقول لك 100 100 زي الفل. انما النهارده مباحث التموين تنزل، مباحث التموين هي بصي هي الدرع الواقي للمواطن. انا والله شايف ان لو هو فعلا عين مراقبين واحنا شفنا الكلام ده يبقى شيء كويس جدا. شيء كويس ان هو عين مراقبين. انا كنت افتكر زمان كانوا بيوزنوا حتى الرغيف. والرغيف اللي هو مش كويس ما كانش بيديه للمواطن، كانوا بيحترموا المواطن.